اهلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد لكان ديفوار، عدد سنتوقف من خلاله للحديث عن عودة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن. الحديث أيضا سيكون عن الاجتماع الذي جمع وليد صادي رئيس الاتحادية بالناخب الوطني جمال بلماضي، والحديث أيضا سيكون عن تصريحات رياض محرز الذي اعتذر من الشعب الجزائري وحمل كامل المسؤولية للصحافة الرياضية الجزائرية. كما سيكون لنا حديث حول ما تعلق برحيل بلماضي الذي أسال ويسيل لعاب السماصرة الذين دخلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للزج بأسماء أجنبية للإشراف على المنتخب الوطني دون ذكر اللهم اسم أو اسمين من الكفاءة المحلية الجزائرية. من وراء ذلك في ظل هذا الجدال الدائر حول ذهاب بلماضي وما تعلق أيضا بفسخ عقده الذي سنقدم لكم الحصري سبب تعطل المفاوضات اليوم في ظل الجدال الذي يأتي من هنا وهناك. كما سيكون لنا حديث حول الدور الأول من الكان، سنتحدث بلغة الأرقام والإحصائيات حول منتخبات أحدثت المفاجأة وتألقت ومنتخبات أخرى لها اسم في الباع الإفريقي ولكن للأسف خيبت جماهيرها وشعوبها. نتوقف أيضا لمقدمة متعلقة بالإخفاق. السؤال الذي يطرح في هذه اللحظات، هل الإخفاق هو إخفاق جمال بلماضي أم الإخفاق هو إخفاق جماعي؟ هل الإخفاق هو إخفاق تداول 4 رؤساء الاتحاديات لكرة القدم في عهدة جمال بلماضي؟ هل الإخفاق هو إخفاق 3 أو 4 مديريات فنية تعاقبت في عهدة جمال بلماضي؟ هل الإخفاق هو إخفاق الطاقم الفني الذي لا يوجد فيه اسم معروف على الساحة الكروية سواء كانت إفريقية جزائرية محلية دولية أو عالمية أو حتى عربية؟ هل الإخفاق هو في الصحافة الرياضية أو في الانتهازيين الذين عكروا التوتر بين الناخب الوطني والصحافة الرياضية الجزائرية؟ هل الإخفاق هو إخفاق المقدسين والمطبلين الذين جعلوا من جمال بلماضي بمثابة الإنسان الذي لا يخطئ؟ أم الإخفاق هو إخفاق الحقودين والحاسدين والباغدين لنجاح جمال بلماضي خصوصا بعد تتويجه بالنجمة الثانية في تاريخ كرة القدم الجزائرية؟ هل الإخفاق هو إخفاق جماعة هي التي جعلت جمال بلماضي الأمر والنهي وهو الأكبر من الاتحادية وأكبر من مديرية فنية وأكبر من منظومة كروية وأكبر من الكل في اتخاذ القرارات؟ أم الإخفاق هو إخفاق للناخب أم الإخفاق هو إخفاق جماعي؟ نتحمل المسؤولية نحن كإعلام وأنتم كجمهور وأنتم كمسؤولين لهذه النكسات المتتالية للمنتخب الوطني. لن نجرح في شخص مهما كان، سيشهد التاريخ بأنه أهدى الجزائر نجمة في ظل وضع صعب كانت تعيشه الجزائر، أدخل الفرحة ل 45 مليون جزائري. لن ننسى إنجازات الرجل الذي جعل من المنتخب الوطني بمثابة منتخب تهابه المنتخبات القوية. لن نجعل من الرجل بمثابة الناخب الفاشل، بل كان ناجحا ولكن للأسف فشل في 3 مناسبات وحان وقت الرحيل. أن ننكرها حق الرجال هذا أمر مرفوض، لأنه يبقى اسم جمال بلماضي من الأسماء التي ستحفر في تاريخ كرة القدم الجزائرية. أهلا بكم، شكرا لكم على المتابعة وعلى الوفاء. نرحب كالعادة بهذه الوجوه النيرة محللي قناة البلاد محمد ميوبي، مساء الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. مساء الخير والسلام عليكم. محمد شعيب أيضا سعيد أن يكون متواجد معي محلل قناة البلاد. محمد مساء الخير. السلام عليكم كمال. شكرا لك. جمال رجي محلل قناة البلاد الإعلامي الوحيد في البلاطو اليوم، سعيد أيضا أن يكون متواجد معي، مساء الخير جمال. مساء النور خويا محمد. كما نرحب بوجه جديد ولكن كانت له إطلالة يومية طيلة سنوات كاملة عبر قناة البلاد فيصل بن طلعة، سعيد أن تكون متواجد معي، مساء الخير. مساء الخير كابتن، شكرا على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لك. قاسم مهدي الوجه البشوش أو الوجه الشاب ضمن هذا الطاقم المخضرم، سعيد أيضا يكون معي محلل لقناة البلاد، وهو أحد اكتشافات التحليل في الجزائر. حفظوا هذا الاسم جيدا، قاسم مهدي سيكون له شأن كبير في التحليل. قاسم مساء الخير. مساء الخير كمان، يعطيك الصحة. صافي بليزير كي جانا مشوش مشوش معنا هادي أبري راه نكونو سيريو في لي دو بارتي بصح تروزيام بارتي والله شوف يا جماعة. زهير جلول سعيد ايضا ان تكون متواجد معي في البلاطو محل قناه البلاد. شكرا سي كمال. كما ستكون لي مقدمه ولكن في الجزء الثاني،
حول السماسرة وحبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذكر أسماء. سيأتي فلان وسيأتي علان لأنه عندهم مصالح، سنتكلم عن كل هؤلاء. البداية نبدأ طبعا بعودة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن في تمام وفي الساعة الثانية صباحا. أمين فقير كان حاضرا رفقة كاميرا أو رفقة كاميرا قناة البلاد ورصد انطباعات القائد رياض محرز الذي اعتذر من الجمهور الجزائري أو تحدث عن هذه الخيبة وعن هذا الفشل وهذه النكسة الكروية. نستمع لرياض محرز. Franchement, je sais pas. Je peux pas vous dire c'est quoi mon objectif. Là, j'ai la tête à l'envers. C'est pas facile de sortir de tel échec. Mais voilà. Non, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup de bons joueurs, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va faire gagner les Coupes d'Afrique. On a eu des super générations qui n'ont rien gagné. Nous-mêmes, là, on a une génération, on a gagné une Coupe d'Afrique exceptionnelle. On a été invaincu pendant 3 ans et après ça, on est tombé. On est tombé et on est tombé pendant longtemps. Pas pendant longtemps, parce que j'ai envie de vous dire, entre les Coupes d'Afrique. تصريحات رياض محرز الذي اعتذر من الشعب الجزائري من الجمهور الرياضي الجزائري، ولكن تحسب عليه انه واجه الاعلام الجزائري كقائد بعد القائد عيسى مندي الذي توجه للجمهور وحياه واعتذر منه. كانت هذه اللقطه اثرت كثيرا في نفسيه الجماهير الرياضيه الجزائريه. جمع رشدي، انا نظن باللي هذا اقل شيء هو كقائد وبعد الانتقادات كاع اللي صراو ليه هو خاصة، كان البركة عنده فرصة باش يقابل الصحافة ويقابل الشعب الجزائري ويعطي ويدير تصريح ولكن التصريح هذا ما عنده ما قال، قال باللي ما على بالناش وين راهم الأسباب اللي تاع هذا. أنا عندي تصريح أخرى أحنا لا، التصريح الأخر سمعته، أنا سمعته ديجا هو يقول باللي الصحافة دارت ضغط على. أنا التصريح هذاك كان جيني هذاك نقاش. نظن باللي هذه أنا في لحد الآن التصريح ديالو عادي تاع واحد ديسو بيان سور، ولكن سا سوفي با دي فوا. زهر جلول، محمد شايب، كيف تعلق على تصريحات رياض محرز؟ اقل شيء اللي قادر يديره الكابتن تاع المنتخب، وين جو بونس لا بيان في دو دوموندي دي زيكسكوز وتوجه للصحافه واعطى رايه علاش الاخفاق كان في هاد نهائيات كاس افريقيا. نظن انا ليا سي توت اون فان دان سيكل دون جينيراسيون اللي راهي جايه. تكلم على الشبان، تكلم على لي جون تالون، تكلم على لي جون جوار، تكلم على لافينير. قال لك بون لو فوتبول يتنسيفي، اليوم تربح اليوم غدوه تخسر، غدوه تفوز، غدوه ما تالقش. انا نظن الى بيان ريجيمي لا ديكلاراسيون تاعو وهذا تحسب ليه. محمد شعيب، عوده الخوض لارض الوطن بمعنويات محطه وبمستقبل، هل نقول مستقبل مجهول ام مستقبل سيكون مستقبل واعد بجيل اخر من اللاعبين في ظل وجود اسماء تتالق في البطولات الاوروبيه؟ كمال راك تعرف كومون سا مارش هنا في بلادنا، طبعا ديفيسيل. نتمنى كو صديق ما نمشوش للمجهول، وهذا المجهول هذا لانكوني هذا فو با كو يبطا واللي يكون طويل. نظن باللي الفيدرالية لازم تحكم هذا الشيء بين اعتبار وتخمم على الانسان اللي فيه قدر لي كريتير تاع 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 مدرب اللي ياخذ الفريق. نقول لي كريتير سي لي زونترينور اللي شاركوا في كاس افريقيا اللي يعرفوا الجزائر. عندنا شابيت، عندنا موضوع حول محمد. ما انا نقول لك لانكوني هذا واحد ما راح يعرفوا الا الرئيس الفيدرالية. اما التصريحات تاع محرز قال لك اللي دون سون رول ان طونكو كابيتان لازم يواجه الصحافه الرياضيه الجزائريه. عادي كما قالوا الاخوه، اقل شيء فهمت. هذه استني شاك اللي يعطي مال تو الموند، ماشي غير اللاعبين، الشعب الجزائري، المسؤولين، اللاعبين، المدرب، واحد ما كان يستنى في هذا الشك هذا، وخاصة الإمكانيات اللي كانت في الفريق الوطني قبل الكأس. نتكلم عن الشك بلغة كروية، بلغة تقنية، دون حسابات ضيقة وحسابات شخصية مع الناخب أو مع أعضاء المنتخب.
راح نحلوا هذا الاخفاق، ولكن نتمنى من المديريه الفنيه الحاليه، هذه المديريه الفنيه تجلس مع الناخب الوطني تتكلم سبب النكسه هذه، النكسه الكرويه اقول لا ما نرجعش دوك حاجه كبيره، هذه ما الا كره قدم وما هي الا لعبه في اخر المطاف. محمد ميوب، كيف ترى مستقبل المنتخب الوطني بكل صراحه حتى نتقدم للامام محمد؟ ما نتمناه، ما نتمناه ان شاء الله شيء ايجابي، وهي انك عندك ارمله من الشباب موجودين وينشطوا في دورات في الدور في الدوريات الاوروبيه، عندك لاعبين شبان كذلك اللي ربما رايحين يبرزوا كذلك، يعني كاين 33 لاعبين موجودين في اتحاد العاصمه يعني دي فالور سور. انا نقول لك باللي لافنير اي بور، حاجه واحده انك لازم تدير فيهم ثقه، والناخب اللي يجي من الاول يبين العمل تاعو ويبين هذه الثقه راح يديرها، ماشي عيب يغلطوا، ولكن ان شاء الله المهم انك تقدر تعاود تدير منتخب بأتم أمانة كريمة. محمد شايب يقول فيصل بن طلعه إمكانيات كبيرة وفرت لهذا المنتخب، بالفعل جيل رائع من اللاعبين، كان إخفاق تقني، إخفاق في الخيارات، إخفاق في الخطة المنتهجة، إخفاق أيضا في الجانب البدني، لأنه شاهدنا الشوط الثاني عناصر تاع منتخب وطني تعبانة، وتسألنا ما سبب جدوى تربص في الطوغو لأسبوعين، ومجدوى أيضا مباراتين بدون وسائل إعلام وبدون يعني يشاهدها حتى نعطي الفرصة يشاهدها الجمهور. سنتكلم عن الطاقم الفني اللي يتحمل أيضا جزء من المسؤولية لما وصل إليه المنتخب الوطني، يمكن يتحمل المسؤولية إلى شخص واحد، الشخص هذا منذ سنتين كان هو رقم واحد في الجزائر، الشخص هذا جمال بلماضي كنتوا تقولوا تكلموا على كل واحد الا على جمال بلماضي. نكران الجميل ماهوش مليح، ماهوش مشيه من احنا كجزائريين، مدوي قادر يمد لنا التاريخ راه يشهد له، واخفق ونخفق ونقول له بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك والى اللقاء، ونتمنى كل التوفيق في مسارك التدريبي. فيصل بن طلعه، نقول لك سي ان ديسيبسيون، يعني كارثه كبيره وصرا في هذا الكان، لان ما نساوش الدوله تاعنا وفرت كل شيء، قدمت كل شيء للناخب الوطني، اول شيء الدوره ما كانش في المستوى، ما تنساش اونسي في إليميني مع فريق صغير كبير صغير جدا مع موريتانيا، سي امباردونابل، انا بور موا سي امباردونابل تخسر افيك اون ايكيب يعني كالكونك، انا نقول لك سي تري غراف، وصرا في المنتخب الوطني اليوم اعطيت تحليت اون بلاش، نقول باش تخسر مع فريق موريتاني يخصك غير ان بوان، جوز ان بوان ما قدرناش اون ريمونت يعني نجيبوا ليغاليزاسيون، ما قدرناش، خلينا الناخب الوطني، اسمح لي، خلينا الناخب الوطني يظن في نفسه هو السيد في القرارات، ما عطينا لاكارت بلونش مديريه فنيه باش تحاسبوا تكلم معاه ابري ليشاك تاع الكاميرون وابري ليشاك ما رحناش المونديال، ما عطينا لاكارت بلونش اي مسؤول اتحادي يقدر يتجرأ ويتكلم معاه ويحاسبه، ما عطينا لاي شخص باش يتكلم مع حتى الصحافه، لما تتكلم على اي الناخب الوطني تتعرض لوبل من السب والشتم، واليوم هذا الجمهور يعاود يدور يقول بالماضي اذهب، مانيش عم نقول كلمه هذه ارحل، ما نقولهاش فرونسي باسكو توجع على كلمه ارحل، لا لا، منذ سنوات كنتوا تقولوا ما تمسوش هذا الناخب الوطني، وانا كنت نقول وراح نبقى عند كلامي، قلت لما الشعب كاع الجمهور الصحافه كاع دوروا على هذا الناخب انا راح نوقف معاه، باسكو في لي مومون ديفيسيل هضرنا، كي كنا نهضروا على بالماضي كنتوا تشتمونا وتسبونا وتقولنا لا لا راكم تكرهوا المنتخب الوطني، انتم اعداء المنتخب الوطني، قاسم مهدي ومن بعد خلي النقاش بيناتكم مفتوح، الله ينعم عليكم، تفضلوا. دون واش راك تقول كلام صحيح، دون لا في لانغراتيتود كيما يقول ماشي مليحه، ما ننساوش باللي هذا المدرب كوميم سي فغي بلي دخل في التاريخ دو كوب دافريك اللي خسر في الشيء الاول، بصح إلا كوميم غامني لا دوزيام ايطوال لالجيري، و إلا كوميم في دو ترافاي، ما ننساوش باللي كي حكم هو ليكيب ناسيونال، سيتي شغل ان شونتي كبير، عاود سق معاهم دار جديد، و جاب لي جوار عاود نحى، إلا فورمي ان بون جروب، ودوكا اليوم أنا اليوم أني جو في بارتي دي جون اللي يقولوا باللي سي لو مومون وين يروح، ميم هو قضيه شخصيه تاعو سي لو مومون، مي لازمش الناس تهضر الكلام اللي ماشي مليح، لازم كيما قال واحد كبير اوفوار ميرسي، هذه هي اكزاكتومون سي لو مومون دو سافوار كيتي لا تاب، ميم هو كمال، ميم هو جاب لي ربي كي تشوف لا ديرنيغ كونفيرونس دو بريس، هي ايا مونطالمون سور لو بلان فيزيك، إلي تي فاتيكي، سي بون يا خويا كتر خيرو،
ماذا بعد؟ نتكلموا على المستقبل دوكا محمد ناقش في توخ انا واش نعاودوا نرجعوا شويه اونريا نقولوا بلي المسؤوليه راهي مسؤوليه جماعيه ياك مسؤوليه جماعيه فولو دير ولكن في النتائج التقنيه هو المدرب هو الناخب الوطني دونك سي لوي لو ريسبونسابل سي لوي اللي ما انا بور موا ما بالك غلطوه بعض اللاعبين الى طرو في كونفيونس على سي جوار الى طرو في كونفيونس على بريباراسيون اللي دارها On a joué quand même deux matchs fait dans un pays où on s'est acclimaté, Togo, avec le Burundi, 4-0, 3-0. Ça a été contre le Ghana en 2022, la dernière fois qu'on a fait Qatar, on a gagné 3-0 et on s'est fait sortir par la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. On a fait le tour de l'Ouel. C'est la même chose. Quand on a donné les erreurs, sur le plan tactique, les derrière Ben Madi, والله العظيم غير بديهيه باسكو كان عندنا درس انا بديهيه باسكو سطاف الارجي تاعو فوالا واحد فيهم يقدر يتجري عنده كوم مع عنده سطاف الارجي خدعك سطاف الارجي ما عاونكش يا جمال بالماضي الطاقم الفني اللي جبتوه جبتوه باسكو كاين محبات باسكو نفس البيئه نفس التوجه نفس الافكار نو باسكو سطاف الارجي الاتحاديات اللي جات ما اكزيجاتش عليك سطاف الارجي يكون فيه كفاءات والناس عندها مستوى حتى تكون من الجزائر وكلاعبين سابقين خدعوك ثاني لي جوار اللي وعدوك بلي حيكونوا في المستوى واللي خليتهم توجور بلو بروش ليك كاصدقاء هادو ايضا عوامل خلات جمال بالماضي يتحمل المسؤوليه عليه وحده بصح كمال باش يكون في العلم الجميع باللي بنفس الطاقم الفني دار كوب دافريك 2000 معليش خاصو لو بريباراتور فيزيك اللي كان عنده مع الاول ياك واللي راح لان سيرج رومانو مازالو في الاخر بوراس مازالو نفس الشيء دونك قال لو ستاف تكنيك اي توجور لو ميم براتيكمون ابار لو بريباراتور فيزيك شوف المنتخب الوطني كما قالوا هو لو جوار لو بلوس اون فورم كيجو كاش هذايا موجود ولا عنده سينتي ولا يلعب دون ان شامبيونا بلوس ابت الغلطه اللي دارت والله اعلم وساو بريزون كو مون اناليز هي انه يعني دار كونفيونس في لاعبين بليسي ولاعبين كانوا واحد ايتي سبوندو اي لي زوتر اي روفني دو بليسير وكاين واحد اللي حبست له البطوله في البرازيل مدة 3 شهور وهاد اللاعبين كي تشوف يعني الاماكن تاعهم اماكن يعني بري بوانتو كي تشوف تاع عطال ولا الرغوش تاعنا سي او هما مفاتيح كرة المنتخب الوطني في الجهة اليمنى والجهة اليسرى مالوريزمون يسون باسي ا كوتي واحد باين وواحد كوز ريفني دون بليزور كي تشوف كذلك مندي ما كانش في كاع قوة تاعو في محمد خلاص يعني خلاص قشينا هذه هي اليوم لا مادا بينا سي لو شوا سي لو شوا دو سي المدرب حيغادر سي لو شوا راح المد الحصري المد الحصري للجمهور الرياضي باسكو الناس غير تهضر ست شهور سبع شهور راح المد الحصري هذا باش يكون نقاش بينك وبين محمد شعيب وهذا زاد سي لو شوا سي لو شوا صحيت سي لو شوا دو سي جوار بارك الله فيك ايزون بوينتي راوتر بارك الله فيك شوف لا شوف لي شاك هذا يا ماشي غير التكنيك كاين حوايج بزاف اللي ربما ما انسان ما يحبش يهضر عليهم مي نقول من ناحيه سي البلون تكنيك سي البلون سا ديسيسيون بو اناليزي اي دوني اون بون اناليز سي لي تروا ماتش نقول بلي كي تشوف كما قال جمال انا شخصيا ما فهمتش فايت ما في كلش في كلش في باسكو علاش انت تلحق لاكوب دافريك ابري بريباراسيون ابري دو ماتش اميكو وعندك دي زانسيرتيتود في كيلكو بوست هذه اللي غير مسبوحه في الفريق الوطني وزيد كي تشوف البلوك تاعك كيفاش كوم ابري مع شفنا مع باريزون مع لا موريتاني فماركاو لنا البلوك تاعنا انقسم ولا الميليو وحده ولا الطاك وحده ومن بعد تشوف لي شونجمون هذوك لي شونجمون تاعنا هذوك انو ريا كومبروند زيد الكوتي دروا تاعك وين اللي كان مليح بدلته غيرته شوف يا بي ان ديزيكيليب يا بي شوف ديزيدي مال بلاسي ونعاود نولي تان يكون عندك ان ستاف بارك الله دو كاليتي ويخمم مليح ويشوف باسكو علاش بالماضي ما كانش يشوف ما كانش ياناليزي في المقابله كان شغل جوار
مدها منا، اعطيها منا، عبالك منا، انسى كيفاش يناليزي راك بارك الله فيك. مي بار كونت نتايا عندك عندك لي زادجوان تاعك من اللور هما اللي يشوفوا الاخطاء يعيط له فوالا واش كاين واش كاين. بالماضي لي رور اللي انا شفتها سيتادير كو ديك يشوف اون اتاك اون اتاك هكذا ما يريوسيناش فيها ولا غاتي كاع ما يعاود يولي يروح معليش يولي باش يروح للاجوا يروح لكاك جوار باسل ما سمعناش دونك شوف تو سا فيك بارك الله فيك ما قدرناش نحكموا في المقابلات ابري الديباكل النكسه اللي صارت اليوم نعاودوا نقولوا لا رياليتي لا رياليتي هي لازم نعملوا تقييم فيدراليه تعمل تقييم مديريه فنيه تعمل بارك الله فيك مديريه فنيه تعمل تقرير مفصل من ناحيه التقنيه من ناحيه واش اللي مشى اللي ما مشاش يا با جوست لو كوتي تكنيك اللي ما مشاش يا لو كوتي اورغانيزاسيونال يا لو كوتي بالك تاع المسيرين وين ايزون با في لو ميور شوا تاع 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 لا بريباراسيون في لا بريباراسيون ال ميم يا يو ان ايشيك ستادير نديروا تقييم تاع المنتخب تاعنا في هذه الثلاث مباريات من ناحيه بدنيه كان انهيار دونك كاينت اشياء كثيره دونك المشكل الكبير اللي وراه راح البرمادي خلاص سي بون دونك المشكل سي لو شوا تاع لونترينور لو شوا تاع لونترينور ما لازمش نزربوا فيه نتكلموا على المدرب راح نتكلموا على المدرب في الجزء الثاني ستادير بصفه يعني مرحله بمرحله الله يسمع في سلطه نهضر هذا الكلام كان نو نو نكمل برك ليدي بصفه شامله يفو كون فاس ان كونستا جينيرال بور سوتير من هذا المشكل معليش جلول صح ديتيان لازم يدير تقييم وقايتك باش يدير التقييم لازم المدرب يغومي رابور تكنيك لا ديتيان نو يا با جو سا محمد احنا اسكو انا نعرف هكذا اش ديتيان هذا في لا نرجع له معليش اسكو اسمحوا لي شتو ديتيان جديد هذا عامر منسول شتوه بان دار ديكلاراسيون دا دي زونترينور دا الكفاءة الجزائرية انتوما راهي مازلنا في نفس العقلية تاع السيستم تاع دو غير بريزيدون ليك اي سا سي با نورمال نورمال تدو لي زونترينور تدو لي زونسيان جوار الواجهة تاعكم الناس تاع كرة قدم الواجهة ماشي بريزيدون ليك مع كل احتراماتي رؤساء الرابطات الولائية والجهوية شفتوا هذا عامر منسول تكلم شفتوا قعد مع الناخب شفتوا دار ان رابور تكنيك شفتوا دار دي زونترينور شوفوا لي زونتر بيي لي زونتر كلوب افريكان لي زونتر ناسيون ايسي يشوفوا الناس اللي تقدمت وتطورت شفتوها جمال اش شفنا نتكلموا على هذا بالماضي كغير واش اسمه ليكس دي تي ان شفيق عبد دونك اكسبير تاع كاف مع لا كاف لا داك واش راني نقول لك مع لا كاف واش راني نقول لك نكمل نرجع الجواب ليش نكملها قلت شعيب لا دي تي ان اليبوك حنا ناكي كنا في الفتره الصغيره انا نكمل لك حتى على ابشر جمال حنا كانوا عندنا لي دي تي ار شوف في الكان ولا في الشان كانوا شاك دي تي ار يفيها رابور تاع لو ماتش وحنا كنا نعملوا دائما راح نولي لا دي تي ار جمال راجل نجي فيصل بن طلعت تفضل جمال نقول لك هضرت على شفق جميل عامر شفق هو كان مع لا كاف دونك ما حتى واحد براتيكمون تلعب دي تي ان بور فوار لي زادفيرسير تاعنا اسكو كان سكوتينغ مع لو بور الي سوبرفيزي دي زيكيب هادو اسكو انا اي دي رابور تكنيك ولا jusqu'à la on a absolument à la demande de l'entraîneur d'accord à la demande de l'entraîneur ولكن il y a quand même un apport il y a des gens qui sont au niveau de la DTN qui peuvent faire un support il y a toujours un support واش خسروا هو s'il fait un rapport il le soumet à l'entraîneur même l'entraîneur ne veut pas le prendre tu n'as qu'à le soumettre on va te dire بلي انا عطيت له هو il n'a pas voulu entendre est-ce que il y a eu des effets qui m'a hadou alors je pense que باش نكمل باللي النكسه هذه زوج نكسات واحده مور الاخرى ثلاثه يا دي اون ريسبونسابيلتي بارتاجي بار لونسومبل دي زاكتور دي فوتبول بارك الله فيك مسؤوليه جماعيه تفضل نقول سي انا يا في ان ايشيك توتال براتيكمون توتال تروا زيديسيون كاتاستروفيك جزناهم كوب دافريك كوب دي موند اي سيت كان لا كان هذه دوبوي لو ديبار تاع ان ميليو تيران في 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 تاع قديورة نهار مشى ما لقيناش روحنا في وسط ميدان سيتي لا ديباك اشاك فوا سيتي البروبليم دو ميليو تيران اون با سو الناس تكلم اسمح لي الناس تكلمت على قدري لا 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 الناس اسمح لي تكلمت على ادم زرقان تكلموا على قدري وحنا زروقي قلتوا لنا زروقي علاش يتبنى علاش شي ما تاكتيك رجعتوا لنا زروقي شغل الجوال انفيزيب انا شفنا لي فوت اللي دارهم سما دوك اللي يلعب في الهوند نجيبوه اللي يلعب بانا باش نجيبوه اي صح توقعت في اخطاء
لاعبين كيما زرقان، لاعب كيما قادري ما يكونوش ليكيب ناسيونال، ماهيش عاب نزكي اسماء ولا نقول راني نضرب على اسماء، مي سي با نورمال. مي كمال لو بروبليم كان موفي شوا، كان موفي شوا، مي سي ا لونترينور دو تروفي لا سوليسيون، المدرب هو اللي كان قادر يجيب لا سوليسيون. قبل ما تجيبهم جايب. كمال راكو حضرتو كاع وانا جاي ناناليز اوتر. يا خويا افيك ان تال ايشيك يفو دير بلي كلش ما مشاش. كلش. كلش كو سوا لونترينور لي جوار والمسؤوليه ماشي غير في لونترينور باسكو سي لي جوار كيفو لونترينور لونترينور يمد لك لي زانديكاسيون بصح الجوار لو كان لو ماتر ابور قاسم سي لونترينور وي لو باترون دونك انت تو ماتر ابور انت تحط حتى جي استراتيجي سامحني انت تحط جي استراتيجي شكون اللي يقدمها صح استراتيجي شكون اللي يديرها اسمح لي فيصل علاش معليش اوكي صح دون لابليكاسيون تكون شكون اللي يديرها سي لي جوار وفي لابليكاسيون ما يكونوش ملاح احنا السيستم تاعنا ماهوش مليح كيفاش تعرف يكونوا ملاح فيصل اسمح لي لا واش السيستم اسمح لي نكمل تقولوا باللي لا دي تي ان ما داروش خدمه ما داروش لي رابور تكنيك تو سا سي فو هذه تاع بكري دوكا لونترينور بلورديناتور تاعو عنده كاع عنده كلش واش دير لا دي تي ان هادي اسمع واش لورو تاع لا دي تي القاسم انا ما جو سي لا دي تي ان ما تجتمعش مع ناخب وطني لا 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 دي تي ان ما عندهاش السلطه تكلم مع ناخب وطني بحسب ناخب وطني صح على درنا هاد درنا غير بور اي 15 اي 2 اي 17 اي 13 تفضل باش تخدم معاك لان وقت ندا نورمالمون يكون معاك اسمح لي لا دي تي ان ما عندها والو هادي قديم هادي غنساها هادي راك بعيد لا دي تي ان هي كل انا بور مو لا دي تي ان مانيش نهضر لا دي تي ان او نيفو في الجزائر نهضر لك لا دي تي ان في العالم او نيفو بارك الله فيك روح اون فرونس روح اون اسبان روح اون المان روح فارتو اسكو لا دي تي ان ما عندها حتى اهميه راك غالط قاسم مهدي خلي الفكره تاعك خلي الفكره الوقت انت قاسم مهدي عفوا قاسم مهدي اسمح لي في الجزائر جلول قاسم مهدي شد الفكره تاعك لاننا سنعود الحديث شيق حول المديريه الفنيه وحول سبب هذا الاخفاق وعدم اشراكها مع المنتخب الوطني ابقوا معنا انت ابو بعيد عندنا